سلام نحمله من أرض السلام، نرسله إلى أرض غالية عالية، أرض الحضارة والتسامح، عنوانها رجل الإدارة بامتياز رحمه الله زايد الخير والعطاء، بلاد عرف بأبناء الوطن الأوفياء، فالإمارة هي وريث الإمارة، حيث العراقة، حيث المجد، حيث البلاغة. صدقت يا مريم، حيث البلاغة، من دار أبوظبي إلى بر دبي، من شارقة الثقافة إلى عجمان وراس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، تشكيلة متلاحمة يقودها أبناء زايد التسامح، تهنئة يرسلها أبناء حمد إلى أخوان خليفة وأحفاد زايد، عنوانها معاكم إلى الأبد، عاش اتحاد إماراتنا وعاشت مملكة البحرين. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا في هذه الفترة الخاصة اللي خصصناها لكم من الساعة 5 لساعة 7 نحتفل معاكم باليوم الوطني الإماراتي، ولكن هذه الفترة خصصناها للإنجازات الرياضية بالإمارات العربية المتحدة. أنا ويا زميلي فواز العبد الله، يا هلا مرحبا فيك فواز. يا مرحبا فيك مريم، اليوم مو بعرس وطني وبس، اليوم أعياد في البحرين. صحيح. كأن العيد الوطني يبتدي اليوم، كأن احنا نعيش 16 ديسمبر يا بالضبط. مريم انت لاحظ من يبتدي ديسمبر، من أول يوم ديسمبر عندنا يوم المرأة، 2 ديسمبر يوم الإماراتي، وتنهى للأفراح والأعياد إلى 15 و16 و17 ديسمبر. الله يجعل أيامنا كلها أفراح يا مريم ومناسبات سعيدة، خاصة على أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يعني بالأمس أنا لاحظت أن المجالس البحرينية بشكل عام في محافظات المملكة الأربع قاعدة تحتفل باليوم الوطني الإماراتي. لو تشوفين إعلام الإمارات في البحرين بشكل عام منتشرة، وكأن عايشين إحنا في إمارة من إمارات بالضبط. وحتى في المطار، في المطار يرحبون بإخواننا وأشقائنا الإماراتيين طبعاً بالورد وبالكلمات الحلوة، وأنت تعرف استقبال البحرينيين لما يستقبلون حد، يعني خلاص ديرة ديرتك والبيت بيتك. أي والله صدقتي، صراحة منظر جميل جداً. هذا شو بنقول عن الإمارات، شو بنخلي يا مريم؟ هذا هو، هاي المشكلة، يعني إحنا لو شو بنقول ما بنوفيها حقها ولا حبنا لأهل الإمارات. ومن فينا من البحرين ما زار الإمارات؟ من فينا ما شاف دبي وحضارة دبي وتطور دبي؟ من فينا ما شاف الشارجة والثقافة اللي موجودة في الشارجة والمكتبات العامة والكتب وكل شيء؟ ومن فينا ما راح أبوظبي وشاف هذه الإمارة الجميلة بأهلها بناسها بشيوخها وهي مقر الحكم؟ صحيح. وغير أم القيوين والفجيرة وغيرها من الإمارات صراحة الجميلة. صراحة مثل ما قلت، يعني لو بنتكلم ويبي لنا وايد حلقات كثيرة أيام. يعني ما قصروا زملائنا، بدأوا التغطية من الصباح من الساعة 10 لين 12، وحين احنا وياهم، وبعدين بعد الفترة في الليل مستمرين. وبعد ما يكفي ترى انك انت تذكر فرحتك يومنا. بالضبط، هذا هو يومهم وفرحتهم من فرحتنا، ومثل ما احنا نستانس لهم هم بعد يستانسون لنا. أيوة في العيد الوطني لما تروح الامارات في 16 ديسمبر شو تشوف؟ برج زايد، شلون علم البحرين، صورة جلالة الملك. يعني نشوف احتفالات البحرين، بعض البحرين ترى يحتفلون هناك. صحيح. يبون يشوفون شلون معزتنا عندهم. صحيح. مثل ما احنا قاعدين نراويهم معزتنا واحنا مقصرين. صحيح. لو شنو قدمنا حق هالامارات بعد مقصرين. صحيح. يكفي اللي قاعدين نشوفه من تطور وحضارة وعلاقات ما بين القيادتين وما بين الشعبين. صحيح صحيح. ممتد لآلاف، يعني شو أقول لك، ممتد لمئات وعشرات وآلاف السنين بعد تقدر تقولها. من فينا ما يذكر زايد الخير الله يرحمه ويغمد روحه الجنة في زياراته مع الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان يا مريم؟ بالضبط. أهلا نرحب بضيوفنا طبعا اللي معنا في الاستوديو في هذه الفترة. معنا السيد عبد العزيز بوزبون، رياضي سابق وصاحب مجلس بوزبون بمدينة المحرق، أهلا ومرحبا فيك. والكابتن خالد جاسم، لاعب سابق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، يا أهلا ومرحبا فيكم. يا مرحبا بكم، حياكم الله. سعداء بوجودكم معنا، وسعداء بوجود التجانس هذا الجميل ما بين الرياضه وحتى المجالس الاهليه. يمكن ابو عبد الله جمعت انت ما بين الرياضه والمجلس الاهلي وزوارك في المجلس. اي نعم. اعتقد انت بالامس بعد ابو عبد الله احتفلت. البارحه كان عندنا احتفال باليوم الوطني الاماراتي البارحه. طبعا انا على طول كل دوله من الخليج لازم امر احتفل بيوم الوطني مالها. الله. سابقا كنت السعوديه، ومن قبل يوم كنا عمان، والبارحه كنا الامارات. فما شاء الله البارحة كان حضور طيب ما شاء الله، وكرمنا كذا 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 شخصية عندنا بعد. شفنا عزف السلام الوطني الإماراتي عندك. إيه نعم. في الميلس يا رب وأحلام الإمارات. إيه نعم. وكرمنا كذا شخصية بعد عندي. طبعا أنا يعني كل يوم وطني، كل احتفالية عندي أكرم لي ناس ما شاء الله. سابقا كرمت عندي سلمك الله
أبرك الساعات. أي نعم. وسو كرمت مرة واحدة المدرسين اللي درسوني أنا في الابتدائي. الله. فقط في الابتدائي والفقط في بسيتين يعني اللي درسوني من بسيتين. في نفس المنطقة. عرفت كيف؟ هاي في بعض طبعاً راحوا فكرمني الموجودين فقط اختصرت على منطقتي بس. جميل جداً. كيف؟ على طار التدريس بعد أبو عبد الله ومريم. يعني عدد كبير من المدرسين البحرين شهدوا على النهضة الثقافية في الإمارات وقدموا أكيد هذه الخبرة الدراسية في التدريس عبر العديد من مدارس دولة الإمارات. بالضبط بالضبط. يعني لو نتكلم ندخل الحين في الرياضة مع الكابتن خالد جاسم، طبعا أعتقد بأن الرياضة في الإمارات العربية المتحدة خلاص وصلت إلى مراحل متقدمة جدا من خلال استضافة الفعاليات العالمية ومن خلال الرياضة ونشوف ازدهارها أيضا هناك. هذا الشيء أكيد ما يدل إلا على اهتمام القيادة في المجال الرياضي. بلا شك أختي مريم، الإمارات سباقة دائما ودائما تبهرنا بإنجازاتها، دائما تكون سباقة لأمور كثيرة. نعم. هي تكون رقم واحد على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المنطقة. ذلك الاهتمام بالجانب الرياضي أخذ أولوية مهمة جدا عند الإخوان كقيادة. نعم. أيضا كشعب الإمارات دائما يعني ما تبهرنا بالكثير من الأمور الرياضية على مستوى الإنجازات. صحيح. على مستوى المنشآت، على مستوى الاستضافة، حتى على مستوى التعاون بينها وبين الدول المجاورة. خلينا نتكلم عن التعاون بين مملكة البحرين بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. تعاون ممتد عبر سنوات وسنوات. صحيح. يعني فرقنا الرياضية لما تروح الإمارات تلقى جميع التسهيلات. خلينا نتكلم عن مستوى الأندية، مثلا نادي معين يبغي يعمل معسكر في الإمارات مثلا، جميع التسهيلات راح تتوفر حق النادي. نعم. من سكه، من منشآت، من ملاعب، من A to Z. صحيح. فقط عليك تذكرتك، واحيانا حتى هم يساهمون حتى في امور كثيره، حتى من امور الدعم المادي والدعم المعنوي بكل امانه نتكلم. صحيح. لذلك الامارات والبحرين روحين في جسد. الامارات تتكلم عن الانجازات، وصلت كاس العالم سنه 90، نهائي كاس اسيا 96، أبطال دورة الخليج آخرها في 2014 في البحرين. نعم. نجوم كبار قدموها، قدمت الإمارات. بالمناسبة ترى أنا عشت الإمارات سنتين. حلو. هاي معلومة جديدة. درست الإمارات الصف الرابع والخامس. في دبي وعجمان وخرفكان. لذلك يعني مثل ما أقول كلت من خير الإمارات وخيرها علي. لذلك يعني أنا أقول أنا بحريني وأيضا فيني عرج إماراتي. فلذلك يعني احنا نقول فرحه الامارات هي فرحتنا. بالضبط. وكل ما يعني يمس الامارات يمسنا. اكيد. لذلك احنا معاهم دائما قلبا وقالبا مع دوله الامارات العربيه المتحده. صحيح صحيح. والنعم وسبت العام فيك وفي هالامارات دائما يعني مبادرين بالخير دوله الامارات، قياده وحكومه وشعب. ابو عبد الله، لو بنسالك عن البطولات الرياضيه، هل سبق وزرت الامارات في بطوله معينه، في بطوله خليجيه على سبيل المثال؟ أنت كدراج سابق مشارك في الاتحاد البحريني للدراجات، زرتها كلاعب دراجات في بطولة؟ إي والله سلمك الله. في 87 كنت في يعني في الاتحاد للدراجات الهوائية البحرين. أيوة. وشاركنا في الإمارات. ما شاء الله. كان ما شاء الله كان جدا استقبالهم ممتاز. عشان ولك إي نعم ولا كانت تهمني النتيجة كثر ما يهتمنا يعني المحبة بيننا وبين بعض. الله. ونجاح الفعالية. إيه ونجاح الفعالية الحمد لله رب العالمين، استمتعنا هناك ويبني البطولة الحمد لله. ما كان بعد تهمنا هذه، بس كان الفضل من بعد الله يرجع حق الكابتن حبيب وإبراهيم بوموز جزاه الله خير، كان هو مدربين يعني ما شاء الله في البحرين في 87. في 87 وكانت يعني التسهيلات موجودة في الإمارات وخاصة الترتيبات. إيه نعم كنا صغار وكان مستقبلين في المطار ودونا في سيارات خاصة، يعني كنا حسن بشيء حلو يعني. مع أن في ذاك الوقت كان التنظيم يعني ما كان زي الحين. لا 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 ما كان زي الحين سبحان الله، كان يعني التنظيم جدا ممتاز. يعني درجة كان قديم بس بعد حلو كان. لكن هذه مرات سباقين. ما بالك الحين إذا. ما بالك الحين إذا رحت بالضبط. لا الحمد لله رب العالمين، يعني قضينا وقت حلو وياهم في الدرجة الهوائية في الفترة هذه وراحت علينا خلاص يعني. جميل جميل. حلو حلو، ذكريات جميلة صراحة قاعدين تذكرونها في الاستوديو. يعني ما شاء الله عليكم اثنينكم عندكم تاريخ مع الإمارات العربية المتحدة. كابتن خالد، يعني ما هي أهم نقاط التحول خلينا نقول في مسيرة الرياضة الإماراتية؟ يعني احنا مثل ما قلنا انهم كانت عندهم رياضة، ولكن كانت هناك نقطة تحول اللي خلتهم يوصلون لهذه المرحلة. ايش في اختماريه الاهتمام على اعلى مستوى راح ينقل الرياضة من مرحلة الهواية لمرحلة الاحتراف. بكل أمان الآن نلقى مثلاً بعض الأندية تحولت إلى الخصخصة، صارت شركات. صحيح. دوري الإماراتي أصبح دوري مثلاً، خلينا نتكلم عن جزء كرة القدم حكم أنا متخصص كرة القدم. نعم. دوري الإماراتي الآن دوري قوي جداً، بعض الأندية أصبحت
شركات، وهذه يعني الاتجاه للخصخصه اختي مريم، سبيل من جعل كره القدم صناعه. صح. الان كره القدم على مستوى العالم صناعه. تدر الكثير من الاموال. استثمار. لذلك التوجه الان لاحظه مثلا في الامارات اللي هو توجه ان يكون دوري محترف، دوري مشاهد على مستوى المنطقه، دوري راح ينقل كره القدم الاماراتيه نقله كبيره جدا. لذلك الامارات يعني تقفز بخطى واسعه جدا. يمكن شفنا احنا المرحله الاخيره رحله الفضاء، وجود المنصوري على لذلك الامارات دائما سباقه. فلذلك قطاع الرياضه وكره القدم بالتحديد تلقى كثير من الاهتمام. لذلك الامارات اتوقع في غضون سنوات بسيطه جدا راح تكون الرقم الصاعب على مستوى قاره اسيا. نعم بلا شك. واضح من ما نشوفه من الرياضه الاماراتيه وصولها لكاس العالم في فتره من الفترات، تنظيمها لاقوى البطولات على مستوى العالم. بنيه تحتيه. لما تتكلم عن منشآت، لما تتكلم مثل ما قلت عن بنيه تحتيه، طرق فنادق واستثمارات، يعني جاهز اكيد. نعم. اي فعاليه بتستقبلها الامارات ناجحه على طول. بلا شك. عموما طبعا كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وفي دولة الإمارات تعددت أركان اللعبة نفسها بين عشق الرجل الأول سمو الشيخ زايد رحمه الله للرياضة وحب أبنائه خليفة ومحمد وهزاع لكرة القدم. بدأت الحكاية بجيل التسعين وتأهل لكأس العالم واستمرت بشباب المستقبل وكأس الخليج. تفاصيل كرة القدم الإماراتية مع عمر عبد السلام. طبعا مشاهدينا تابعنا هذا التقرير من اعداد الزميل عمر عبد السميع اللي دائما ما يعودنا بهذه التقارير المميزه. انت ايش رايك في عمر يشتغل وياك؟ يتحفنا عمر التقارير ومصطلحات اللي يبتدي فيها التقارير جميله جدا، ما في مثلها اثنين، ملفته للنظر. لا اعلم من اين ابدا ولا انا، والى اليوم لا يعلم هو. مجنونه. واذا علق عمر على المباريات ولا بطوله خليجيه بعد اخذي بالضبط. الجميل فيه الاسماء ينطقها بشكلها الصحيح. حرتان. اي جميل جميل. واصل عمر. واصل يا عمر. ترى احنا قاعدين نقول لك هذا الكلام والحين يتابعون عندنا مشاهدين الحين من القناة الأولى وبعدين القناة الرياضية، لازم عمر ياخذ حقه. عمر عبد السميع ترى وايد ناس ما تعرفه. صح. يعني يطلع مثلا في برامج معينة وصوته لأنه يغيره ويلون وايد في صوته. المعلق دائما الناجح هو اللي يقدر يلون في صوته، هو اللي يقدر يشكل في صوته. صحيح. لما تشوفينه تقول هاي مو بهذا اللي كان يعلق. لا بالضبط. هو عمر كذي. عمر ناجح لانه هو فنان في الصوت. صح. فنان جدا. ويعني طبعا مدحنا عمر بما فيه الكفايه. نبي نشوفه في الدوري الاماراتي يعلق. نبي نشوفه يعلق في الدوري الاماراتي. يا ريت ان شاء الله. الله يسمع منك. طبعا نرجع الى محور حديثنا، ومن التقرير نرجع الى كاس العالم 1990. طبعا انت تكلمت بان تاهلت الامارات وغيرها، ولكن هل عندك قصه تاهل؟ يعني بالنسبه لك شنو هي قصه تاهل المنتخب الاماراتي؟ سؤالي ولا حق زبون؟ ابو زبون بيقول لنا من اللاعبين اللي سجلوا التصفيات وصحح عليهم. يعني اولا ذي كانت التاهل الاول والاخير منتخب الامارات، واتوقع انه راح قادم الايام منتخب الامارات راح ان شاء الله باذن الله يتاهل باذن الله. هذا الجيل ذكرني بعدان الطلياني، ذكرني بفهد خميس، ذكرني بعيال مير، ذكرني بزهير بخيت، خالد اسماعيل، علي ثاني، اسماء مريم كبيره جدا. نعم. بلا شك اكيد المباريات ما راح تحضرني بحكم انه فارق السنين، لكن اتذكر هذا المنتخب وكيف تاهل وعن جداره واستحقاق، لان كان هذا الجيل هو الجيل وجهه نظر هو الجيل الاقوى. نعم. يمكن ما حقق ذاك الوقت دوره الخليج، لكن وصل للاهم. صحيح. للبطوله الاهم على مستوى العالم هو كاس العالم. لذلك منتخب الامارات ذاك الوقت برغم ان كره القدم ذيك الوقت ليس كما الان، يعني من ناحيه الاهتمام، من ناحيه يعني الخصخصة لا، لكن دائما احنا نقول في التسعينات الثمانينات النجوم كانت موجودة بوفرة، ليس على مستوى يعني دولة الإمارات إنما على مستوى الخليج. لكن الإمارات كانت مميزة جدا ذاك الفترة بوفرة النجوم والجودة اللي كان يمتلكها اللاعب الإماراتي في ذاك الوقت. لذلك احنا كنا دائما سعداء بذاك التأهل، لأنه كان تأهل صعب جدا. نعم. صح العافية في مجموعة قوية جدا في كأس العالم، لكن لا يمنع أن المنتخب الإماراتي كان يعني جدير بالتأهل
وايضا قدم نجومه لكره القدم العالميه اللي كانوا فعلا يستحقون يتواجدون في على اعلى المحافل. صدق لما نذكر اسماء المنتخب الاماراتي مثل ما ذكر عدنان الطلياني وزملاء من اللاعبين نذكر نجوميتهم شلون كانت في ذاك الوقت. لما يذكر عدنان الطلياني الكل كان ينبهر من أداءه داخل أرضية الملعب، ودائما المهاجم هو اللي يذكر. صحيح يا أبو سعود. عموما أنا بترككم بنتقل للإمارات. مريم وين عاد ودنا وياك؟ يلا تعال بس أنا وياك بعد مرة واحدة. لا أنت خليك مع أبو عبد الله. للإمارات طبعا تاريخ طويل وعريق في المجال الرياضي، وإذا ما تكلمنا عن التاريخ فلا بد أن نعود لمن عاصروا ووثقوا هذه الأحداث بكل مراحلها وتفاصيلها، الأستاذ محمد الجوكر المستشار الإعلامي بجريدة البيان الإماراتية، بعد ممن كان لهم الفضل في حفظ وتوثيق تاريخ الرياضة الإماراتية من خلال أصدار مجموعة من الكتب والأعمال التلفزيونية. أستاذ محمد مساك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا حياكم الله. يا مرحبا يا أبو سلطان، وكل عام أنتم بألف خير وهل الإمارات كلهم بألف خير. الله يحفظك. ألف ألف شكر. شكرا على هذه المبادرة الطيبة، وهي ليست غريبة على أبناء المملكة البحرين. يعطيك العافية أبو سلطان. هذه مو مبادرة، هذه مشاعرنا الخاصة في البحرين، في القناة الرياضية، في تلفزيون البحرين، في كافة محافظات البحرين. أبو سلطان الله يخليك ويحفظك إن شاء الله. أبو سلطان، طبعا الرياضة الإماراتية مرت بالعديد من المراحل والمحطات التاريخية مثل ما ذكروها ضيوفنا الكرام، شلون تشوف هذه التطورات والوضع الرياضي الحالي في البلد؟ معاي بسلطان ولا في ديلي شوي في الصوت؟ لا الصوت لين يوصل الإمارات يبيله شوي. يبيله، واليوم وايد اتصالات ما بين البحرين والإمارات. بسلطان أعتقد بسلطان راح، بنرجع له بسلطان. أنا برجع لكم علم الإمارات مريم. ها مو موجود ويانا بسلطان؟ لا أعتقد انقطع بسلطان. بسلطان راح نرجع لك. لما نتكلم عن الرياضة في ذاك الوقت والرياضة في ذي اليوم بعبد الله، خاصة للمؤرخين مثل محمد الجوكر بسلطان من المؤرخين في هذا المجال، وأنت بعبد الله مجلسك تراثي وفي تاريخ يعني ذكرى من ذكريات الزمن الجميل، فشلون تشوف أهمية التاريخ خاصة في المجال الرياضي؟ في المجال الرياضي يعني عن المجالس قصدك؟ عن المجالس، عن الرياضة طبعا. التاريخ اللي أنت لما تذكره تذكر الرياضة معه، تذكر إنجازات في ذاك الوقت ومنها إنجازات رياضية. لا الأول سلمك الله، الرياضة كانت صعبة عندنا. شلون صعبة؟ يعني غير الحين، لو الحين كل شيء متوفر لهم. صدق. في الواتساب، في النت، في كل شيء. وفي المنشآت، وفي الملاعب الحديثة. الأول لا ما عندنا الشغلات، يعني ملاعبنا في الفرجان، لا في تواصل تلفونات ولا في أي شيء. غير الحين يعني. والله هذه أجمل ملاعب كانت الرملية وايد. والترابية وخرجت. وايد يعني هي اللي أخرجت اللاعبين عندنا. صحيح. ملاعب الفرجان القديمة هي اللي أخرجتهم. صحيح. بالضبط. إيه نعم. بالضبط. فلما نتكلم عن ذاك التاريخ الجميل ونتكلم عن الحاضر نشوف في فرق كبير أبو سعود في هذا الجانب. عموما خلنا نرجع مرة ثانية لأبو سلطان معانا من الإمارات، وكنا نتكلم عن أهمية توثيق الأعمال الرياضية ونشوفها من ذاك الوقت لذي اليوم، شلون شفت المراحل اللي تغيرت أبو سلطان؟ نعم طبعا أكرر شكري مرة ثانية. التوثيق أو تطور الرياضة في الإمارات ينعكس باهتمام الدولة من خلال اهتمامها بقطاع الشباب الرياضة، من خلال تأسيس حقيبة رياضية في بداية قيام الدولة في وأدى الحقيقة إلى تطور، ثم تطور مؤسسات الحركة في قطاع الشباب الرياضي، وتطورت الإمارات من خلال المشاركة في المنظمات العربية والقارية والعربية والدولية، كانت أبرزها طبعا بداية الانطلاقة كانت كأس الخليج الثانية في الرياض، ثم أيضا مهرجان الشباب العربي في الجزائر بعد 3 شهور من قيام الدولة. وهذا العمل الحقيقة أعطى القيادة السياسية البعد الاستراتيجي من خلال اهتمامها بقطاع الشباب والرياضة، ولله الحمد اليوم نرى مملكة البحرين ودولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال اهتمامها بقطاع الجانب الرياضي والشبابي، ونحن في الإمارات فخورين الحقيقة لما وصلت لي من المنشآت ومن زيادة رقعة الخارطة الرياضية، زيادة عدد الأندية، زيادة عدد الممارسين، تطور في استراتيجية العمل، وضع استضافة العديد من الأحداث والبطولات الكبرى. هذا الحقيقة يشعر كمواطن خليجي وكمواطن إماراتي بأن هناك تطور حصل في منظومة العمل الرياضي في دولة الإمارات، وهذا يعود طبعا إلى اهتمام القيادة السياسية بأهمية دور الرياضة كمرتكز أساسي ضمن أنجازات الحكومة، وهذا يعكس أيضا أهمية دور الرياضة. وهنا طالما نحن نتحدث حقيقة لابد أيضا أن نسجل كلمة شكر وعرفان
لأبناء مملكة البحرين الذين ساهموا معنا في بناء ووضع اللبنة الأساسية في الحركة الرياضية في فترة الستينات. كان عدد من المدرسين من أبناء البحرين جاءوا إلى الإمارات وعملوا وكمدرسين فترة صباحية وفترة مسائية، كانوا يمارسون كرة القدم، يمارسون أدوار الأعمال الإدارية. وعلى سبيل المثال نذكر الحقيقة أسماء عديدة، مثلا علي المالوت، فيصل قمجيد، الأستاذ محمد الحسين، الحكم الدولي جاسم مندي، وجعفر الثقفي، وغيرهم من الأسماء الجميلة التي جاءت إلى الإمارات للعمل وساهمت بإخلاص وبشرف وبكفاح. فلا بد لنا أيضا أن نحييهم في هذه المناسبة. أبناء البحرين كان لهم دور كبير، يعني أنا أتذكر الحكم الدولي جاسم مندي كان من أشهر حكام، كان مدرسة للكرة الرياضية في إمارة عجمان، وكان من أشهر الحكام اللي يداروا كثير من المباريات الهامة في تاريخ الرياضة الإماراتية، على رأسها مباراة سانتوس البرازيلي ونادي النصر في فبراير عام 1973. فإذا لهذا أبناء البحرين دور كبير. هناك أيضا واقعة تاريخية ذكرها لي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهذا آخر إصدار لي حاليا اللي هو عنوانه الدكتور سلطان القاسمي الحاكم والمؤرخ والرياضي، ذكر واقعة جميلة أن أحد من اكتشفه كلاعب كرة القدم كان مدرسا بحرينيا، وهذا يبين مدى مكانة أبناء البحرين لدى نفوسنا جميعا كإماراتيين. صدقت أستاذ محمد يا أبو سلطان، المكان موجود وبتظل لآخر المشوار إن شاء الله، وما لا آخر هذا المشوار، مشوار العلاقات البحرينية الإماراتية. الأستاذ محمد الجوكر المستشار إعلامي بجريدة البيان الإماراتية، كل الشكر والتقدير لك. لما نتكلم عن العلاقات نتكلم عن أمور ما تنتهي مريم، بالضبط. وخاصة محمد كمؤرخ شاهد على ذاك العصر الجميل وعلى العصر الحالي، بالضبط، فعنده معلومات كثيرة، واحد من المعلومات ما يمدي في مكالمة أكيد يوصل كل المعلومات. لو نستضيفه ما يمدي حلقة، لو نستضيفه ما يمدي حلقة. محمد ما شاء الله عليك. عدل كلامك. نرجع حق كرة القدم، شو أكيد رأيك دائما شلون تطورت كرة القدم في الإمارات؟ بس مع سؤال كابتن خالد. مريم، ترى كرة القدم لما تتكلمنا عن المراحل، نعم، لكن وصلت الآن إلى مرحلة الاستثمار في الدوريات الكبرى. صحيح. الشيخ منصور بن زايد. بن زايد، نعم. مانشستر سيتي. مانشستر سيتي، نقل مانشستر سيتي من نادي في المنتصف إلى نادي مخيف على مستوى أوروبا. بالضبط. نادي عمل زعزعة وخلى كبار القوم مثل ما يقولون في إنجلترا، مانشستر يونايتد، ليفربول، أسماء كبيرة جدا. صحيح. يقبعون خلفه. صحيح. لذلك الاستثمار النوعي للحكومة الإماراتية مثل في الشيخ منصور بن زايد توجه ذكي جدا في أقوى دوري على مستوى العالم. بالضبط. لذلك الرؤية الآن للإخوان المسؤولين والشيوخ في الإمارات، الاستثمار والقفز بالرؤية كرة القدم بالنسبة للإخوان في الإمارات تتعدى النطاق المحلي. صحيح. لذلك أتوقع توجه الآن إلى الاستثمار في العنصر البشري. بالضبط. أتوقع اللاعبين الإماراتيين راح نشوفهم في أوروبا. صحيح. لذلك هذه الأمور مهمة جدا في تطوير كرة القدم، التطوير البشري في بيئة تناسب اللاعب أساس أنه يكون أثره على مستوى المنتخب بشكل أفضل. صحيح. لذلك أتوقع المرحلة القادمة للكرة الإماراتية بتكون أقوى وأقوى بمراحل توصل إن شاء الله. أكثر مثل ما وصلوا إلى الاستثمار العالمي، يعني مثل ما قلت نادي مانشستر سيتي، ملعب الإمارات للأرسنال، يعني الإمارات تشوفها موجودة في كل مكان، في خصوصا أقوى دوري مثل ما أنت ذكرت. صار مانشستر سيتي قبل ما حد كان بالضبط لا يشجع مانشستر سيتي ولا لاعبين ينتقلون لمانشستر سيتي، ولكن أكيد أصبح النادي غير مختلف. بالضبط. صحيح. بالضبط. عاد ما يندرى أبو عبد الله، لك ميول في الدوريات الأوروبية ولا ما لك ميول؟ لا مو احنا ميول ما عرفني. انا ملاحظ ان انت دخلتي اول ما جيت ما عرفني. أبو عبد الله، شو اللي فرق لما انا قلت عجبك الموضوع ولا ما عجبك؟ مريم عجبها وخالد، شو اللي فرق ما بين ذاك الجيل والجيل الحالي باللي حصلوه من خلال الرياضة، من تسهيلات، من دعم؟ يمكن اعتقد في ذاك الوقت كان الدعم قليل في المجال الرياضي. اكيد. شو اللي فرق في هذا الوقت الحين؟ الدعم اللي قاعد يحصلون المنتخبات وحتى الأندية واللاعبين بشكل خاص. يعني كانت التسهيلات موجودة بشكل عود في ذاك الوقت، لكن اليوم لا، اليوم فرقت في ملاعب أبو عبد الله، في منشآت نشوفها. أنت قلت لي ذاك الوقت كان فرجان وتراب. إيه فرجان. نعم. فهل الملاعب هذه تساعدك لتحقيق إنجازات وتواصل مسيرتك؟ أكيد أكيد تواصلك. أكيد بعد بتحصل كل شيء مضبوط، ملاعب مضبوطة والتواصل يعني ما شاء الله عليه مضبوط، غير التواصل الأولي يعني. صدق.
صدق. يفرق وايد. فلما وصلوا منتخب الامارات لكاس العالم في 90 وشفت شلون المنشآت كان لها دور، فاليوم احنا ودنا في منشآت اكثر نطور من خلالها هذه الوصول للمنتخبات العالميه. يعني ابو عبد الله لما نتكلم معاك عن الماضي، لما نتكلم معاك عن الجيل الحالي، لما نتكلم معاك عن احتفالات البحرين بالعيد الوطني الاماراتي، اعتقد انت مجلسك له حضور كبير في هذا الجانب. ايه فهذا الحمد لله موجود عندنا، يعني الاحتفالات قلت لك يعني كل بلد من الخليج اقوم باحتفالها يوم الوطني. صدق. ويصير لنا تكريم في كل احتفال، لازم نكرم احد من الدول يعني. ما شاء الله. ايه يعني فرض اللاعبين او مره فكرمنا الممثلين طفاش وجوس جسوم. السنه الجايه نبي عدنان الطلياني تكرمه عندك عبد الله باذن الله. يستاهل. هذه وعد على الهواء. يستاهل. اليوم الوطن الاماراتي 2 ديسمبر 2020 وموجودة كاميراتنا هناك، وموجوده كاميراتنا في مجلس الزبون. ما طلبت يا ابو عبد الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويبارك فيك. صراحه ما قصرتوا، يعني كانت فقره خفيفه وجميله ذكرنا فيها الايام الحلوه للامارات العربيه، وان شاء الله القادم اجمل باذن الله نشوف منتخب الإمارات يصل إلى كأس العالم ونفرح وياهم إن شاء الله بهذه الفرحة، ونشوفهم بعد يشترون نادي ثاني. يمكن يشترون أرسنال شوي عدلون وضعه. إيه أنا متين حسين. إيه لا. يبي شوي. يبي. أنت خليك بعيد. أنت خليك بعيد. وضعكم زين. على الأقل أنا أحمر يشجع نفس لون العلم بحرين. ما قصرتوا نورتونا وشرفتونا، شكرا جزيلا لكم. حلو لما نشوف الأغاني خاصة الرياضية والوطنية فيها أبنائنا، فيها الأطفال، فيها الجيل القادم. ها مريم؟ صحيح. خاصة لما تتكلم من داخل الحواري والفرجان، لما تشوفينهم شلون في عيشتهم يطلعون يلبسون الشيرت الإماراتي ولا الشيرت الوطني، واللي رايح المباراة يشجع واللي رايح الملعب يلعب. بالضبط. فحلوة الأغاني لما تمتزج بهذه تلامس المواطن. شوف أي شيء في رياضة حلو. انت ادريبش انت 100% مع اي شيء رياضي. اي شيء في رياضه حلو. لو شنو بعد شنو الرياضه؟ لو في رياضه حلو. صح ولا مو صح؟ ما دام سالتي نوار خلينا نرحب بنوار عيل. عموما نرحب بضيوفنا نوار المطوع مدير الاتصال والتسويق بوزاره شؤون الشباب والرياضه. نوار يا مرحبا فيك. مرحبا فيك وتركي. سعداء بوجودك فيك وكل عام وانت بخير. وانت بخير. اليوم الوطني الاماراتي. ومعنا ايضا الاخت العزيزه لطيفه ابو حجي المبتعثه البحرينيه للجنه البار اولمبيه الاسيويه بدوله الامارات العربيه المتحده. يا مرحبا اختي لطيفه. مرحبتين. وكل عام وانت بالف خير وهالامارات بخير. صحه وسلام امين. يا مرحبا فيك. يا هلا مرحبا فيكم، نورتونا وشرفتونا طبعا في هذه الفتره الرياضيه لطبعا اليوم الوطني الاماراتي. طبعا في البدايه ابتدي معك استاذي، طبعا لو تكلمنا عن مدى التواصل بينكم وبين الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا تسمح لي أختي مريم في البداية أن نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بهذه المناسبة العزيزة، ونتمنى حق الإمارات كل التوفيق والتقدم والرخاف. وشيء حلو اليوم ان احنا نبتدي احتفالات مملكتنا بالاحتفال باليوم الوطني الاماراتي. بالضبط. فكلنا بلد واحد. صحيح. مثل ما تعرفون العلاقه بين البحرين والامارات علاقه فريده، علاقه اخوه وتاريخ. احنا مصير واحد، احنا هدف واحد، احنا قلب واحد، احنا بلد واحد. هذا الشيء اللي تعلمناه من سيدي جلاله الملك المفدى. فاليوم محبه الامارات كمحبه جلاله الملك المفدى لها. نعم. فزيارات جلاله الملك المستمره للامارات وصل لنا مسج احنا اليوم ان جلالة الملك يحب هذه البلد. صحيح. فكلنا كشعب نحب هذه البلد. بالضبط. الملك اليوم ما يزور الامارات كضيف، بل يزورها كبلد، كبلده الثاني. نعم. مثل ما تعرفين اختي احنا اليوم بيننا بين الامارات ما بيننا اتفاقيات ولا بيننا معاهدات ولا بيننا علاقات اخوه. نعم. بيننا علاقات تواصل مستمره بين القطاع الشبابي والرياضي. توجيهات جلالة الملك دائما تؤكد الى التكامل بين مع الامارات في شتى المجالات ومنها الجانب الشبابي والرياضي. بالضبط. احنا مع الامارات بلد واحد، وفود شبابيه مستمره من الجانبين تزور بعض، تستفيد من تجارب بعض، وفود رياضيه تشارك في البطولات في الامارات. نعم. وغيرها من التعاون المميز اللي قاعد يربط بيننا وبين الامارات في هذا المجال. نعم جميل. بما ان نوار كلمنا بعد انت بيش تكلمينا لطيفه. كلمنا عن تجربة ابتعاثك إلى اللجنة البارالمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شلون كانت؟
هاي التجربة صراحة فريدة من نوعها، اكتسبت خبرات عديدة رغم أن قطع شوط بسيط 3 شهور من تجربتي في هاي المكان الجميل. صراحة أمور قد تدرس سنين في هاي التجربة لأن أنا اكتسبتها في غضون 3 شهور. هي طبعاً انتداب أو ابتعاث إلى اللجنة البارأولمبية الآسيوية، هي لجنة تقدر أن هي تتحكم في أكثر من 45 دولة، هي اللي تتحكم في جميع الفعاليات الضخمة والعالمية اللي تصير على المستوى الآسيوي. فلك أن تتصور يعني حجم الشغل اللي احنا نشتغله، اكتسبت خبرات مهولة، معارف كثيرة، فإن شاء الله أطمح للمزيد في خلال 9 شهور القادمة. جميل. إن شاء الله. جميل. يمكن المشاهد يسألك لطيفة، شنو اللجنة البارالمبية؟ صحيح. هاي الشيء اللي قاعدة أسعى للأمانة. اليوم كنت في جامعة البحرين أقدم محاضرات. حلو. في توعية الناس عن شنو هي البارالمبية ومن وين مشتقة ومن وين أتي. البارالمبية هي كلمة تأتي من كلمة البارالل أي الموازاة، فهي توازي جميع البطولات العالمية أو الأحداث العالمية بشتى الطرق في المجال من أصحاب ذوي الهمم. مثلاً عندنا إحنا بطولة عالمية راح تقام في طوكيو 2020، مباشرة موازية لها هي ألعاب العالمية لأصحاب الهمم، وهي تختص بالإعاقات الجسدية. صحيح. البارالمبيك. بالضبط. احنا شفنا ايضا في الامارات صراحه لو تذكر الدوره اللي صارت البارالمبيه. بالضبط. صراحه تنظيم رائع. طبعا بطوله العالم تنظيم رائع، يعني المنشات ما حسينا ان هي احتفال بس فقط بذوي الهمم وانتهى الموضوع، لا، معاملتهم كرياضي، يعني ما يحسسونك ان هذه ما يقدر يسوي او ما يسوي. ازيدش من الشعر بيت. يعني اللي تعجبيني لما تقول لي زيد، تبين انت الزياده. لما اللي يزور الامارات يشوف الامارات اللي بلا حواجز، بتقول لي شلون بلا حواجز؟ بلا حواجز ان كافه المرافق اللي فيها ممكن من اصحاب ذوي الهمم يزورونها، اللي على كرسي مقعد، اللي بحاجه الى مساعده، فهذه المنشات من مجمعات تجاريه، من منشات رياضيه وملاعب فيها مداخل مخصصه لذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح. فهذه ما في اي حاجز يمنع ذوي الهمم من دخول اي منشاه في اي اماره من الامارات السبع. بعده بزيدكم الشعر بيت. زيدنا. لا بنصير شعراء اليوم. البطوله الله يسلمك اللي تكلمتي عنها، نتشرفنا احنا كبلد ان نكون من ضمن المتطوعين في هذه البطوله. صحيح. وساهمنا بصوره مميزه في انجاح هذه. كان عدد من الشباب، عدد من الشباب البحريني. صحيح. شارك في هذه البطوله، في التنظيم، في الترتيبات، في كل هالاشياء. فالامارات اليوم ما تستغني عن الشعب البحريني، والبحرين ما تستغني عن شعب الامارات. حلو. يعني لو نتكلم اكثر عن احتضان وزاره شؤون الشباب والرياضه طبعا للمبادره الاماراتيه حلول شبابيه، كلمنا اكثر بما ان احنا بدينا. شيء مميز اليوم ان الامارات تختار مملكه البحرين لتحتضن النسخه الاولى من حلول شبابيه. حلول شبابيه عباره عن منصه يتم خلالها الشاب يقدم مبادرات شبابيه وتؤدي هذه المبادرات إلى حلول. فاليوم مملكة البحرين تشرفت باستضافة النسخة الأولى لهذه المبادرة الخارجية، هي مبادرة تقام سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. والحمد لله شبابنا قدم مجموعة من المبادرات المتميزة، لاقت استحسان وإعجاب الوزراء والكبار المسؤولين من الإمارات، وتم الإعلان عن النتائج المشاريع البحرينية الفائزة من خلال هذه المبادرة. أتذكر فاز مشروع تمرن بالمركز الأول، ومشروع فزعة بالمركز الثاني، وأعتقد في مشروع بعد تبع ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي احتياج أصحاب الهمم، بعد مشروع يساعد في دخولهم المنشآت الرياضية ومنشآت غيرها، طلع المركز الثالث. فاليوم إحنا مع الإمارات عندنا مبادرات كثيرة. على سبيل المثال مبادرة مدينة الشباب اللي احنا تقام سنويا في مملكة البحرين. نعم. للعام الثالث على التوالي نستضيف سنويا شباب إماراتي يشارك في فعاليات هذه المدينة، يختلط مع إخوان الشباب البحريني، يشارك في الدورات التدريبية الموجودة، يشارك في تنظيم هذه المدينة ويقدم ورش مختلفة. وكانت عندنا ورشة عن التطوع وأهمية هذا التطوع. صحيح. فاليوم الشباب البحريني يرتبط مع الشباب الإماراتي بالثقافة وبالقيم والشغف لخدمة الوطن، يعني هذا الشيء المميز اللي يجمعنا احنا كبلدين. صحيح. مع بعض. صحيح. انت يمكن نوار سبقتنا، انا في بالي كنت بسأل لطيفة عن البرامج المشتركة وشلون تشوفينها ما بين البحرين والإمارات، ونوار ذكر عن
مشاركة الشباب البحريني. ما تتكلم، خليت لك شوي. أي خليت لها سطرين شوي. طبعا مشاركات عديدة دائما نشترك إحنا حتى خارج نطاق مثلا الأمور اللي كمشاريع. مثلا إحنا قبل كنا كمنتخبات دائما نزور مملكة الإمارات، نشترك معاها، نلعب معاهم ألعاب ودية، مشاركات ودية. دولة الإمارات يعني أشبه بالدولة الثانية لنا أو البيت الثاني لنا، ودائما في احتضان البحرينيين. للأمانة أول ما نزلت الإمارات يعني الترحيب كان يعني خيالي جميل، لدرجة أن أنا نسيت أن أنا راح أقترب إلى بلاد ثانية، يعني حسيت نفسي في البيت. هي مغربة صراحة في الإمارات. مغربة مغربة أبدا، يعني اكتشفت هاي مؤخرا أن أنا يعني حتى شعور الغربة ما حسيت فيها. كان زين احنا نقترب هنا. اي والله الامارات ما كانت بيها مو بغربة، يا ريتنا كلنا في الامارات. هاي الشيء الجميل ان مساعدات البحرين والامارات دائما قائمة، دائما في تعاون، صحيح. دائما في مشاركات، ودائما في مساندة حق البعض. فالحمد لله تعرفت على الكثير من الاماراتيين اللي ساندوني وشجعوني، وفعلاً قاعدين يدعموني دائماً للأمام. إن شاء الله دائماً، يعني البحرين والإمارات دولة واحدة وعلاقات كثيرة بينهم. ورج واحد. وطبعاً علاقة المملكة بالإمارات مو بجديدة، بل تسطر أجمل حكاية رياضية. ورياضة سوبر البحريني الإماراتي كانت فكرة طبعاً فريدة، وهذا العام والمرة الثالثة ستقام في مملكة البحرين، تاريخ 6 ديسمبر. الموعد طبعا بين باربار والشارجة. خلونا نتابع هاللقاء اللي حضره لنا الزميل أحمد محمد عن السوبر الإماراتي في كرة اليد. كرة اليد، ونرجع. شوية الأغنية مريم رايحة، ها؟ إيه وايد مستانسة. صدقين هذه المباراة الوحيدة اللي ما يهمنا من بيفوز فيها. بالضبط. يعني. والله ونروح وننقل ونعيش الأجواء، وفزنا إحنا ولا هم فازوا، نفس الشيء. واحد يعني. هذه المباريات الجميلة جدا، خاصة اللي فيها مرتبطة بمناسبات وطنية، واختيار التاريخ جميل جدا لما يقول 6 ديسمبر، 2 ديسمبر اليوم الوطني الإماراتي، 16 ديسمبر اليوم الوطني البحريني، فهي بين البنين. بالضبط، واحنا ننطرها صرنا كل سنه السوبر الاماراتي متى نقعد ننطر. انت الشغل عندك لو يا مريم ما شاء الله عليك بالتوزيع الكاميرات والمعدين والمراسلين والمذيعين. خلنا نرجع حق ابو عبد الله نوار المطوع، ممكن نشوف مثل هذه المباريات في رياضات ثانيه غير كره اليد؟ اليوم مثل ما قلت ابو تركي، هذه المباراه ما فيها خاسر. أيوة. لان الفريقين ابطال سوبر، صحيح. بطل سوبر الامارات مع بطل سوبر البحرين. نتمنى من الاتحادات الرياضيه تحذو حذو الاتحادين. أيوة. اتحاد كره اليد في البلدين ان نشوف مباراه سوبر في كره القدم، مباراه سوبر في كره الطائره، مباراه سوبر في كره السله وغيرها من الالعاب. هذا الشيء اصلا مو جديد علينا احنا، بالعكس اليوم هذه مبادره نتمنى من الاتحادات الرياضيه ان تقتدي باتحاد كرة اليد في مثل هذه المباريات. بالعكس اليوم احنا نبي نشوف هذه المباريات اللي تجمعنا كشباب كرياضي في هذا المكان الواحد. صحيح. لطيفة لاعبة يد تدري؟ لاعبة يد؟ اي. انا كنت باسأل سؤال. ما حين يقول ما عندنا فرق نسائية في اليد، بس تفاجأت الحين يوم قلت لي انها لطيفة. وحارس المنتخب. وحارس. وحارس. ما شاء الله. برد الأسئلة. انتوا خليني اطلع من الصدمة انا. كلمينا عن لعبك طبعا في المنتخب، يعني احنا نبي نسالك اكثر من سؤال، يمكن الحين الوقت بداهمنا بنش على الفقره الجايه، بس كلمينا وايد ضروري نعرف. اي ضروري. اليد، انا لعبت منتخب اليد من الصغر، بديت مشواري يعني مشوار طويل 9 سنوات، ويعني قد يكون بعد اسبق من هاي المشوار. أنا حارس في منتخب اليد الوطني، رحت العديد من البطولات خارج البحرين، حرزت العديد من البطولات، وطبعاً أيضاً ألعب كنت لمنتخب الريش الطائرة، ولعبنا بطولة دولية خارجية ويبنى المركز الأول في الزوجي المختلط. حلو. فعندي باع طويل في الرياضة. كم نتيجة الكويت؟ الكويت في؟
اللي لعبتوها اخر مباراه ضد الكويت؟ الاخر اخر سفره ما كنت وياهم بحكم ان انا كنت في دبي في الابتعاث فما رحت وياهم للامانه. بس حارسه كره يد مريم، انت تتوقعين خطوره المركز هذه في كره اليد لما تواجهين الكره وانت ما عندك اي شيء، لا خط دفاع بينقذك ولا شيء؟ ولا شيء. ما عرضوك لهل اخترتي ذي المركز في كره اليد؟ لا يعني يعني كذا مره يقولون لي ان ترى حارس اليد يعني امر جدا يعني خطر، يعني عموما يسمون حارس اليد اخطر اخطر مركز، ما يسمونه شيء اخطر مركز اخطر. خلنا ناخذ اتصال ونرجع. طبعا مشاهدينا، المجالس الرياضيه المحليه تمثل جزء من منظومه الرياضه بدوله الامارات العربيه المتحده، واللي لها العديد من الانشطه والبرامج والانجازات اللي راح نتكلم عنها اكثر مع السيد عيسى هلال امين عام مجلس الشارقه الرياضيه. اهلا ومرحبا فيك ابو حمد، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير وصحة وسلامة، مشكورين على الاتصال. يا هلا والله فيك أستاذي. طبعا أعتقد أن كأس سوبر البحرين الإماراتي لكرة اليد من أبرز البرامج والمبادرات المشتركة بين البلدين، شو رأيك في هذه البطولة وشلون استعدادات فريقكم الشرقاوي؟ والله شرقاوي نقول؟ أنا شرقاوي بغض النظر عن منصبي، أنا شرقاوي. نعم، جزاهم الله خير متحدين على المبادرة الحلوة هذه. يعني دائما كرة اليد الإمارات تعتبر لعبة ثانية ولها جمهورها، وهذا ينجح المبادرات اللي مثل هذه، ونحن دائما داعمين المبادرات الطيبة والخيرة اللي مثل هذه. نعم أستاذي، بعيدا عن مجالس الشارقة الرياضي، أنت كنت لاعب كرة سلة سابق بنادي الشارقة والمنتخب صحيح. أيضا الإماراتي، خبرنا عن ذكرياتك مع الفرق والمنتخب البحريني بالتحديد. والله في البداية يمكن أول مشاركة لي كان في منتخب خلنا نقول البراعم يسمونه ذاك اليوم. نعم. ومن هذاك اليوم أنا عندي أصدقاء حلوين وطيبين بحرينيين من أمثال خالد كانوا على دفعة مثل ما يقولون، ونوح نجف والشباب اللي للأمانة لليوم العلاقات مستمرة وتواصل دائم، سواء في زياراتي للبحرين أو زيارات الشباب إلا في الإمارات، تربطنا فيهم علاقة طيبة ومتميزة وأكثر من أخوية. حلو ممتاز، إن شاء الله الحين قاعدين يسمعونك، نوجه لهم تحية. أكيد خالد كانوا اليوم رئيس نادي وعلي كانوا بعد ذكرياتك وياه أكيد في كرة. مرة ثانية أبو حمد أقول ويسامحوني اللي ما قدرت أذكرهم. لا والنعم فيك والنعم فيك وفيهم يا أبو حمد، يعني ذكرياتك جميلة جدا، بس إحنا بنختلف معاك، انت ما بتكون شرجاوي في هذه المباراه، انت تكون برباري واحنا شرجاويه. والله ايش رايك مريم؟ انا وياك حال واحد طال عمرك. اكيد الامارات والبحرين عينين في راس الله يحفظك. بالضبط مشكور، شكرا. طبعا السيد عيسى هلال الحزامي امين عام مجلس الشارقه الرياضي، شكرا جزيلا لك. يمكن احنا ما نسمع الكنترول، انا ما اسمعهم، تسمعها؟ لا يا شباب انا ما اقدر ما اسمعكم اضيع. الحين طلع عندي الصوت هذا. صوتكم الرنان اللي بط اذني اليسار ما اقدر ما اسمعه. الحين انا سمعته. ابو عبد الله، يعني لو بنتكلم عن هذه المشاريع الجميله، لما نتكلم عن سوبر اماراتي نتكلم عن مشاركه اماراتيه، ودنا ان مثل ما قلت قبل شوي ان تكون هذه في القدم وتكون في السله وتكون في الطائره تجمع الاحباب. صح كلامك بتركي، يعني اليوم رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد في تأطير العمل الشبابي والرياضي مع الإمارات في رؤية واضحة، بدليل اليوم عندنا مجموعة من المبادرات، مجموعة من البرامج، مجموعة من الفعاليات اللي تعزز هذه الجانب، سواء كانت فعاليات رياضية أو فعاليات شبابية. اليوم احنا نفتخر في مملكة البحرين حصول برنامج مملكة البحرين لاكتشاف المواهب الرياضية على جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك. نعم. اليوم احنا نفتخر بحصول سمو الشيخ ناصر على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي. صحيح. وفريق فوز الفريق الملكي. نعم. اليوم احنا نفتخر بحصول مدينة الشباب على أفضل مبادرة شبابية. صح. في الإمارات في الملتقى العربي اللي نظمته جامعة الدول العربية واحتضنت الإمارات. اليوم نفتخر بوجود سيدي سمو ولي العهد في أبو ظبي لحضور سباق الفورمولا، وأكد سمو ولي العهد خلال هذه الزيارة أمس أن اليوم حلبة البحرين الدولية مع حلبة مارسياس صحيح يعني جذبت العالم وأكدت للعالم نجاح البحرين والإمارات في استضافة مثل هذه السباقات الدولية والتكامل الجميل اللي صاير ما بين البحرين والإمارات في سباقات السرعة. أكيد 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 بتركي أكيد. أعتقد مريم نروح تقرير.
نشوف تقرير عندك عندي الله يجزاك الله خير ما دام عندي وعندك واحد اجيال كثيره مرت على دوله الامارات. اتحاد سباعي لم يعني يشتت موروث او الحضارات. اهتمام الوالد زايد الخير رحمه الله جعل من ابنائه وريثا لما احبه الهجن والخيل والتجديف والموروث الشعبي. يجسد ابناء الامارات السبع بشكل حضاري رياضات الموروث وتطورها في سياق تقرير الزميل العزيز ناصر حيصل. ناصر يقول تابع التقرير لانه بيسالك عنه. يلا بنتابع. انا دائما تقارير ناصر اتابعها خاصه من سباقات لان عقب يسال نشوف ناصر ايش عنده. طبعا مشاهدينا تابعنا من خلال تقرير اللي عد لنا زميل ناصر فيصل الرياضات الموروث الشعبي طبعا اللي في الامارات العربيه المتحده، وايضا عندنا رياضات الموروث الحين في مملكه البحرين. الحين صارت دمج يمكن بين هذه الرياضات بيننا وبينهم، والجميل جدا بان احنا اسبوعيا الشباب يروحون الامارات يغطون بطوله سباقات. التجديف اللي قاعده تصير حتى اليوم كنا على الهواء في هذه البطوله وخبروني ان المنتخب البحريني فاز بالمركز الثاني في هذه البطوله. جميل جدا هذا التعاون، يعني صارت احنا عندنا بطوله ما صار عندها بطوله، صار في سوبر مشترك صار بيننا عندنا مع بعض. كنا وصلنا نطالب باتحادات ثانيه تحذو هذه الخطوه. الحلو بالضبط. اكثر أن لما تصير البطولة في البحرين التنظيم يكون إماراتي، أنا هذا اللي عجبني في البطولة صحيح الأخيرة صحيح. شباب إماراتيين جايين يقدمون خبراتهم حق البحرين في تنظيم مثل هذه البطولات بالضبط. والعكس صحيح صارت بالفورمولا 1 لما صارت حلبة تياس الإماراتية شفنا شباب بحرينيين موجودين صحيح. احنا واحد، هذا التأكيد أن احنا واحد في كل المجالات بالضبط 100%. فأعتقد نرجع حق نوار ولطيفة، والمواضيع معاكم شيقة وجميلة جدا خاصة لما نتكلم في يعني التكامل الشبابي، واحنا عندنا شباب مثل نوار ومثل لطيفه، ولطيفه حارسة يدها شفت شلون؟ اي وايد مركز يعني شنو ممكن نستفيد من هذه التجارب لطيفه؟ انت على مستواك الشخصي شنو استفدتي؟ اول مره بحكم ان تعاملي في الميدان نفس ما يقولون الميدان يعلم صحيح. الاشياء العمليه تعلم بالنسبه لي يعني، او الخبرات اللي اخذها النظريه او في الجامعه كل اللي درستها ما بيكون لها اي قيمه اذا ما تم تطبيقها على ارض الواقع صحيح. فالحلو والاجمل انهم فاتحين لي مجال وعارفين ان انا ما زلت مبتدئه في هاي المجال، الا انهم فاتحين لي مجال ان اخذي راحتك واعطوك الثقه وغلطي وسوي واشتغلي الين احنا حاطين ثقتنا فيك، انت اللي راح السنين القادمه راح تمسكين هاي الامور لنا. فهاي احلى شيء كان في تجاربي. فالابتعاث ثلاثة شهور في الامارات ساعدك على تخطي زمن طويل قدام. حلوه حلوه هالتجارب مريم. جميل جدا يعني، وخلينا نفكر يمكن بالرابط بين خلينا نقول الشباب البحريني والشباب الاماراتي، شنو هو الرابط؟ مثل ما تعرفين اختي مريم اليوم احنا شباب بلد واحد. احنا اليوم مثل ما تشوفون البحرين والامارات بدت في تغيير مسمى المراكز الشبابيه الى مراكز تمكين الشباب، والهدف من هذا الشيء ان احنا اليوم نكتشف ونصقل ونبرز المواهب الشبابيه. فدورنا اليوم في البحرين والامارات في اكتشاف المواهب الشبابيه وصقلها وابرازها لان تكون نماذج من الشباب المميز، سواء كانوا موهوبين في الرياضه او في المجال الشبابي او مبتكرين او اي مجال يحس الشاب انه هو مميز فيه. فالشباب الشباب البحريني والشباب الاماراتي مميزين في كل البرامج والفعاليات اللي ينظمونها. اليوم نفتخر ان احنا البحرين والامارات كل الفعاليات الشبابيه والرياضيه ينظمونها شباب مواطنين من البحرين ومن الامارات. يعطيكم العافيه. اعتقد مريم الوقت مر بسرعه مع نوار ولطيفه. بالضبط والله احنا عندنا محاور كثيره واسئله كثيره، يمكن بعدين نسال الضيوف الجايين. اي اليوم شوية. اليوم اماراتي بامتياز ويوم رياضي اماراتي بامتياز، وانا مريم موجوده اعتبروه يوم رياضي ما بينتهي. خلينا ناخذ هذا الفاصل ونرجع لهم محاور جديده وضيوف جديده وتقارير جديده واغاني جديده. يعطيكم العافيه.
ما عندها مشكلة في أي سؤال بتقول. طبعا مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، والآن وصلنا إلى القسم الثالث من طبعا تغطيتنا المباشرة للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، وبالتحديد الإنجازات الرياضية للإمارات العربية المتحدة. أنا وزميلي فواز العبد الله. يا مرحبا مريم، وسعداء جدا بهذه التغطية الخاصة. ما بقى شيء، ما بقى شيء، الوقت يمشي معك مريم ومع ضيوفنا المتحدثين، وخاصة عن الإمارات. لما نتكلم عن الإمارات فتلاقي الضيوف بروحهم يتكلمون بتلقائية، بحبيه مثل ما يقولون. نرحب طبعا بالناقد الرياضي الاعلامي عبد الله بن نوفل ابو حمد. يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. اهلا وسهلا فيك، سعداء جدا بوجودك. انا اسعد، الله يسعدك. وايضا الزميل الاعلامي حسن علي، يا مرحبا بكرار، سعداء جدا بوجودك، وكل عام وانتم بخير في اليوم الوطني الاماراتي. الله يسلمك ويعافيك. لما نتكلم عن الجانب الرياضي، لما نتكلم عن الجانب الاعلامي الرياضي ابو حمد، بالتاكيد فيعني بنتكلم عن يعني انجازات رياضيه اماراتيه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية بشكل خاص. نعم. فلما بنطرح هذا السؤال، الإنجازات الرياضية في مجال الاستثمار، في مجال تطور الرياضة الإماراتية، شلون تتكلم عنها أبو حمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل الولاء لجلالة الملك الله يحفظه حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وكل الوفاء لحكام دولة الإمارات الشقيقة والشعب الإماراتي الشقيق. نبارك لهم هذا اليوم، وهذا مو يوم إماراتي، هذا يوم بحريني إماراتي. البحرين هي الإمارات والإمارات هي البحرين. صدق. إذا بنتحدث اليوم عن الإنجازات اللي حققتها دولة الإمارات الشقيقة والاستثمار اللي صار في الفرد الإماراتي، أعتقد نحتاج حلقات طويلة. اليوم الإمارات أنا أعتقد في شتى المجالات تعتبر نموذج، ونموذج إيجابي جدا جدا جدا، كررت ثلاث مرات جدا، لأن فعلا جدا يعني نموذج صحيح جدا كثيرا لانه فعلا جدا اي نعم اليوم 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 واجهه الامارات اصبحت واجهه، ومن ضمنها الاستثمار الرياضي مثل ما تفضلتوا. صحيح. الاستثمار الرياضي يستثمرون في الفرد وفي المنشآت. صحيح. هذا شيء جميل، ودائما يعتمدون على بناء الفرد قبل بناء الحجر، وهذا شيء جدا جميل. الامارات عندها نظره اعتقد بعيده المدى في ان هي تبرز اليوم على المستوى الرياضي، وبرزت كذلك. اليوم الإمارات تعتبر من أفضل الدول في الوطن العربي لاستضافات البطولات العالمية. اليوم الإمارات متوفرة فيها جميع الإمكانيات البشرية والإمكانيات من ناحية المنشآت. اليوم الإمارات تتمتع يعني بطاقات شبابية إماراتية، أعتقد أن احنا شفناهم أمام عيننا شلون يعني كخلايا نحل تعمل بأعداد تتجاوز 500 متطوع لفعالية مثل فعالية كأس آسيا الأخيرة. صحيح. وشفنا شلون يسهرون على راحة ضيوفهم، وهذه طبعا شيء مو غريب عليهم، لأن هذي جايبينه من شيخ زايد طيب الله ثراه. فما في قريب على أهل الإمارات أن هذا النجاح، ونجاح الإمارات هو اليوم نجاح البحرين. بالضبط. كابتن أكيد تبي تقول شيء لليوم الوطني الإماراتي قبل لا ندخل في أسئلتنا. نعم، طبعا في البداية توجه بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا. نتمنى لدولة الإمارات إن شاء الله الرخاء والازدهار والسؤدد والرفعة والعلو والأمن والأمان إن شاء الله. وطبعا مثل ما قال أخوي أبو حمد، اليوم الإماراتي هو يوم بحريني، إحنا مع بعض نحتفل بهذا اليوم، وكل أعيادنا في دول مجلس التعاون هي طبعا نحتفل فيها كأن هي أعياد البحرين. طبعا لا شك أن دولة الإمارات العربية تشهد نهضة كبيرة رياضية شملت جميع مناحي الحياة. نعم. إحنا اليوم ممكن نتكلم عن الرياضة، بس لو بنتكلم عن باقي المجالات نحتاج إلى ساعات طويلة وحلقات طويلة. في الجانب الرياضي أعتقد دولة الإمارات هي السباقة في مجال بناء المنشآت الرياضية، السباقة في بناء أو في استضافة البطولات العالمية. الإمارات أكاد أجزم بأنه أول دولة انتبهت في استضافة البطولات العالمية والاستثمار في الرياضة من خلال استضافة بطولات على أكبر المستويات، وأصبحت وجهة مفضلة لأكبر الأحداث الرياضية. طبعا أنا آخر بطولة حضرتها كانت كأس آسيا اللي أقيمت في شهر يناير، كانت نسخة استثنائية، نسخة متميزة تاريخية
بجميع المقاييس. لا أريد أن أتحدث من باب الإنشاء، هناك أرقام تتحدث عن صحيح. نفسها. إذا نتكلم عن طبعا عدد الفرق اللي استضافت الإمارات، طبعا كأس آسيا كانت تقام بنظام مشاركة 16 فريق، الإمارات نجحت في استضافة 24 فريق. الإمارات طبقت لأول مرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي نظام الفار في طبعا في التحكيم. وجدنا العنصر الإماراتي يشارك بقوة في التنظيم، وجدناهم منظمين، وجدناهم طبعا متطوعين، وجدناهم موجودين. المواطن الإماراتي موجود بقوة، وهذا أمر يبعث على الفخر والاعتزاز بالنسبة لنا احنا كبحرينيين وكخليجيين بلا شك. فيعني اعتقد ان الإمارات بالإضافة لذلك احنا قاعدين نركز الحين على الألعاب الجماعية. الإمارات هي رائدة في استضافة ألعاب أخرى، الهوكي، الرجبي، الدراجات، الجولف، تتكلم عن سباقات الخيل، اليوم تتكلم عن كأس دبي العالمي، تتكلم عن سباق ماراثون دبي، يعني هذا سباق صار لعشرات السنين. فالإمارات أصبحت وجهة وقبلة لاحتضان كبرى الأحداث الرياضية. ولا ننسى أيضا بطولة الأندية، نسيناها، بطولة أندية العالم أيضا من أهم البطولات اللي نظمتها، استضافتها عام 2010 و2009 و2017 و2018 وهي أول دولة خليجية وعربية تحتضن هذه البطولة صحيح. الكبيرة صحيح. وصدق من قال دار زايد دار عامر يا الإمارات. طبعا هذه المقولة كانت ولا زالت تتردد على لسان من يزورها، من يرى وجهة العالم ويحتضن ويحتضن طبعا العالم ويحظى بفرصة للعب في أم الحضارات، بلاد كأنها عطر يفوح من درة العالم. عند استضافة أي محفل نرى كورال من الفرح، رؤية لحضارة مبنية على تكاتف سباعي، بطولات عالمية ومحافل غير عادية نشهدها في دار زايد. فابتسم فأنت في الإمارات. عشان كذا أنا دائما ابتسم. طبعاً نشكر زميلنا حسن الشروقي على هذا التقرير طبعاً اللي فيه الكثير من المعلومات يعني المعلومات القيمة اللي إحنا بحاجة إن إحنا نسمعها. لكن شوي إيش رأيك نطلع من الرياضة؟ وين بتروحين مريم؟ نروح نبي نسمع غزل ثلاث جمل، خلينا نقول، أو إذا تبي تقول أكثر قول في حبك للإمارات. حبي للإمارات، بنتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل. حلو. الماضي نخلي له قبلها كلمة عمق الماضي وجمال الحاضر وبهاء المستقبل. الله، هذه ما يربطنا من أواصل بيننا وبين دولة الإمارات الشقيقة. علاوةً على ذلك يربطنا معاهم ما هو أهم وهو الدم. ما في شيء يجمعك بأحد غير الدم. أيوة صدق. لما إنسان يتبرع لك بدم عمرك ما تنساه. صحيح. فنحن لا يمكن أن ننسى دولة الإمارات الشقيقة، وقوفها، وقوف دولة الإمارات الشقيقة في مختلف المجالات في البحرين. أنا أعتقد بأن قيادتنا الله يحفظهم علمونا منذ طفولة، يعني منذ إحنا أطفال علمونا شنو من هم شيوخ الإمارات وماذا العلاقة اللي تمثل لنا دولة الإمارات من أيام الشيخ زايد طيب الله ثراه إلى اليوم. فنحن اليوم نسير على النبراس اللي خلوا لنا حكامنا في البحرين، الذي دولة الإمارات الشقيقة تربطكم بهم علاقات، تورثنا هذا الشيء والآن إحنا نورثه إلى أبنائنا. ورب لك الحمد والشكر ما زالت العلاقة قائمة. اليوم نفس ما قلت لكم كلنا في بيت واحد، ولكن كل واحد في غرفته فقط، ولكن تجمعنا صالة البيت كلنا. صحيح. هذه ما يجمعنا في مع الإمارات الشقيقة. كلام جميل جدا. أيوة والله. أنا استوقفني قبل شوي بكرار وهو يتكلم عن كأس العالم للأندية، يعني بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات احتضنتها أعتقد أربع مرات. نعم، أربع مرات، آخرها السنة اللي طافت. نعم، 2018. لو يعني قلنا يعني شهدنا منافسة قوية من قبل بطل الدوري العين الإماراتي، قدرنا يحقق الوصافة في هذه البطولة العالمية، يعني نظام تنظيمي في نفس الوقت، يعني نجاح التنظيم بالإضافة إلى نجاح الرياضة الإماراتية في الوصول إلى المركز الثاني ولقب الوصيف
في هذا المحفل العالمي. نعم طبعا العين هو نتاج لتطبيق الاحتراف في دولة الإمارات العربية. الإمارات كانت من الدول السباقة خليجيا في تطبيق نظام الاحتراف. صحيح. وهو الاحتراف نوعين، طبعا هناك تم تحويل الأندية إلى شركات خاصة، وهناك مجالس إدارات خاصة للألعاب الجماعية وشركات أو مجالس إدارات أخرى لكرة القدم. بالضبط. فبالتأكيد هذا نتاج للدعم الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات أيضا للأندية وللقطاع الشبابي والرياضي. الإمارات دائما هي يعني النجاح يكون حليفها عندما تنظم أي بطولة، وأي يعني سواء بطولة خليجية قارية عالمية، بل أنا أكاد يعني أرشح أن الإمارات هي قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية وبكل جدارة بحجمها. نعم بحجمها ألعابها نعم، وفي فترة من الفترات كانت إمارة دبي عازمة على التقدم بملف استضافة إحدى نسخ دورة الألعاب الأولمبية، وهي بطولة تحظى بحضور أكثر من كأس العالم بكثرة. نعم نعم، أكبر تظاهرة رياضية في العالم. صحيح. الأولمبياد أكبر تظاهرة رياضية في العالم، وكانت طبعا دبي على وشك أن تتقدم باستضافتها، لكن يبدو أن هذا المشروع تأجل حسب نظرة طبعا القائمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نظام منح الاستضافة بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية يمنح للمدن وليس الدول. فلاحظ فواز، إحنا قاعد نتكلم عن إمارة دبي ولا نتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة. إماراتها السبب. نعم. فإحنا نتكلم عن دبي إن هي قادرة على استضافة مثل هذا الحدث الكبير. طبعا التقرير اللي عرضتونا رجعني للأولمبياد العالمي الخاص لذوي احتياجات الخاصة. الإمارات من أكثر الدول العربية والخليجية اهتمام بهذه الفئة. لاحظ مصطلح فئة ذوي العزيمة ومصطلح ذوي الهمم جاء من الإمارات. صحيح. وهذا أكبر دليل على اهتمام دولة الإمارات العربية بهذه الفئة والتوجه الإنساني لحكومة الإمارات تجاه طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعتبرون جزء لا يتجزأ من المجتمع. وطبعا الأولمبياد الخاص حظى بنجاح كبير، شارك فيه تقريبا أكثر من 7500 رياضي يمثلون 190 دولة، ناهيك عن الطواقم الطبية الإعلامية الفنية الإدارية. فكان حدث يعني عالمي بامتياز. احنا يمكن يوم نتكلم عن منشآت عن استثمار نسينا ان الإعلام الرياضي الإمارات المرئي انطلق من وين؟ من دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتقد ان قناة دبي هي يمكن اول قناة رياضية انطلقت في فضاء الإعلام الرياضي الخليجي. فدول فما شاء الله يعني الإمارات رائدة في هذا المجال الرياضي. يعني الإمارات عندها أكثر من قناة رياضية. تنافس بين الشارجة الرياضية يعني. نعم. وفي تنافس ما بين نفس هذه القنوات. صحيح. هذا الجميل جدا. نفسي نفسك. بالضبط. هذا نجاح ما بعد نجاح. صحيح. يعني أستاذي لو نتكلم الحين يعني أكيد بطولات كثيرة شهدتها الإمارات العربية المتحدة وشفنا التنظيم، ولكن شنو اللي يميز استضافة الإمارات لهذه البطولات؟ شوفي أنا بكلمك من باب تجربة. نعم. لأن أنا عشت هذه البطولات. أكيد. فبالتالي راح يكون أنا السلطة الأولى في حديثي، لأن أنا شفته بأم عيني، يعني ما حد قال لي. شوفي منذ وصول أي وفود إلى دولة الإمارات أولا يحظون بحسن الاستقبال والضيافة من البداية. صحيح. من باب الطيارة أنت قاعد تتكلم للحين ما دشيت دولة الإمارات. وهذا أكثر شيء أثر في المسافر لما لما يكون الارتياح من باب الطيارة. صحيح. ما في أجمل. إحنا الحين لما نسافر ويك واحد عند باب الطيارة تحس نفسك أنك أنت جدا مهم. بالضبط بالضبط. فهذه يعطيك مساحة بالاطمئنان شايل دام بدايتها كذي شلون لو وصلنا. صحيح. نواصل نركب سيارة نوصل الفندق أيضا استقبال آخر في الفندق، يكون استقبال آخر غير استقبال المطار بأفراد متطوعين مختلفين عن اللي شفناهم في المطار. صحيح. إنزين. نروح القرف، أول ما توصل قرفتك ها يجيك كل شيء عن البطولة من منشورات من ممتاز. من هدايا من هذه الحقيقة لازم نقولها حق الناس. كل شيء موجود في الغرفة. كل شيء موجود في غرفتك وكل واحد على استيكر مكتوب فيه اسمه. هذه كرم أهل الإمارات. هذه حقيقة. صحيح. لا يمكن أن ننكرها يعني. بالعكس من الشرف أن إحنا نواصل حق ناس الحقيقة. صحيح. وناس ما قلت له إحنا نكون السلطة الأولى في الموضوع لأن إحنا عايشناه. صحيح. زين. فبالتالي الجداول تكون منظمة لكل واحد برنامجه. أنت كإعلامي اليوم تطلع الساعة كم؟ بترجع الساعة كم؟ بتنتقل من الملعب إلى الملعب الساعة كم؟
لو بتروح في برنامج الساعة كم عليك، فأنت الآن مهيئ نفسك لمدة مثلا في آسيا الأخيرة لمدة شهر احنا موجودين هناك. طول ذي الشهر ما في يوم انا قاعد اسال انا بكره شنو برنامجي، تعرف جدولك من اول يوم، من اول يوم ليه اخر الشهر، مو بكل 3 أيام تجديد جدول. رزنامة واضحة لك باكلك بشربك وقت بكل شيء، بوقت تحرك متى بتحرك وكذا. الخيار الوحيد اللي اعطونا اياه في ايام اللي كان فيه توقفات، اللي ما كان في مباريات ايام توقفات، اللي هي الرحلات، وهذه شيء يتركونه لك وشأنك. في ناس تبي ترتاح مثلا في وقت الراحه إيه؟ نعم. ولكن اللي يبي يروح مثل هذه الزيارات يستمتع جدا، لانه يودونك الاماكن الاثريه. انا اتكلم عن يعني اماره ابو ظبي، دبي، الشارجه، كثير، راس الخيمه، جميع الامارات، ويودونك اماكن احنا ما عاده ما نزورها، لان احنا عاده يعني كشعب متعودين نروح يا دبي يا ابو ظبي. لا، الامارات فيها كذا اماره، فيها تحف، فيها نوع البحر في بعض المناطق، يعني مناطق ترى مثل خرفكان منطقه بحريه تعتبر ساحليه. صحيح، عارف شلون؟ فيودونا من باب شيء واحد بس، ان احنا ننقل ما هو موجود في خرفكان، ودليل على ذلك ان انا اليوم اذكر. فهذه يسمونها يعني تسويق ايضا للبلد. صحيح، هذه يبين لك النظره الثاقبه عند الناس المسؤولين اليوم في دوله الامارات، والحقيقه لوصولك ورجوعك الى بلدك من باب الطياره، يعني الشهر تمر كانها اسبوع. صحيح، لدرجه الواحد يتملل بعد اسبوع كل يوم يتكلم وتلفزيون وكذا، ودي يقول يلا بس خلينا نرجع، خلاص اشتغلنا زين. اشتغلنا زين بس حقنا بناخذه نرجع. لا ما في ذي الشعور، في انك تبي، في انك تبي تواصل. ليش؟ هذا ما يجيك من طيبه اهل حكام الامارات، كرم ضيافه، اي والله اخلاق. تشرفنا بزياره الشيخ، يعني وزير التسامح. اذا وزير التسامح فاكيد انت اكيد راح نشوف كل التسامح. صحيح، فالشيخ مبارك نهيان بن مبارك، نعم، بصراحه يعني شو اقول عن التواضع، شو اقول عن كل ذوق العرب في الحقيقه. والله العظيم يعني والله الواحد يخجل امام هذا الرجل، وبمعيته كان معالي الشيخ عيسى بن راشد، يعني الله نتمنى له الشفاء يا ربي ان شاء الله. وكان يوم ممتع يعني، فانت عندك كذا خيارات، كذا زيارات، يعني مو بس كره قدم. صحيح، الامارات في فن، في ادب، في تسامح، يسموه عام التسامح، ما يعني كلام يعني بكل ما يحمل الكلمة من معنى حقيقي، تسامح حقيقي. ناهيك عن العزايم، الشعب العادي أنا قاعد أتكلم، اللي يعرف مثلاً فلان، يعرف حمود سلطان، يعرف عبد الله منوفل مثلاً بالاسم، لا، يجون لك بالتلفون، يجون لك للفندق ويعزمونك، ورحنا والله، ورحنا زواج أنا مع حمود، رحنا زواج، حضرنا زواج، ويعني وأكرمونا في الزواج، وتنقلنا من مطعم يعني لمطعم. عشت فترة من أجمل فترات لما تتكلم فيها عن الإمارات. لا، عشت فترة، ليش أرجع؟ أيوة زين، اللي رجعناه أبو حمد ما يبي يرجع. ليش يعني لأني مرتاح، وأنا بضيف لأني عليها، لأني طلعت من مكان مرتاح فيه ورحت مكان أنا مرتاح فيه. صحيح، بضيف على وزارة التسامح ووزارة السعادة، وإحنا اليوم ما شاء الله كلنا نضحك، اليوم بدر. إحنا سعيدين الحمد لله، يعني إن شاء الله أشوفكم وزارة السعادة، طاقات شبابية، وزيرة السعادة، طاقات شبابية، وزارة السعادة في الإمارات ترأسها امرأة. والله نعتز، فهذه دور المرأة، والله نعتز في مريم والمرأة في النعم سبعة نعم فيك وفيها يا أبو حمد. بكرار يعني أبو حمد خذانا حق ذكريات جميلة لما ذكر حضوره لبطولة كأس آسيا في الإمارات. أيضا أنت بكرار من خلال عملك في الصحافة الرياضية حضرت العديد وغطيت العديد من البطولات في الإمارات، أكيد واحدة من البطولات بعد كان لها ذكرى خاصة، وقع خاص، حادثة جميلة معينة تذكرها لنا. طبعا كان للشرف بتغطية العديد من الأحداث في دولة الإمارات، آخرها كان في كأس آسيا، حضرت دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات في عمان. تغطيت كل الألعاب بعد بس قدم يا بكر. دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات اللي أقيمت في الشارقة في 2012 و2016، حضرت بطولة كرة القدم للصوم، حضرت دورة الألعاب المرأة في عام 2011. أثني على كلام طبعاً أبو حمد، أتذكر في 2011 لما رحت كنت بدعوة من مجلس أبوظبي الرياضي، والله يا أبو تركي باب سيارة ما جوت، لأن يبطلون لك الباب
ويخلونك دائما انت يعني يخدمونك مكرم معزز صحيح. يعني حقيقه اهل كرم اهل طيب اهل شيمة يستقبلك في المطار مرحبا الساع ويقوم بالواجب ما بعد باللهجه الاماراتيه اللهجه الاماراتيه نعم مرحبا الساع بالضبط. ف والجميل في كاس اسيا انت لا تنسى الامارات فيها طابع نوعا ما مختلف عن باقي دول الخليج ان هي عباره عن عده دول في دوله واحده. فالامارات شلون قصدي يعني انت لما تروح الشارقه تحس انك رايح بلد ثاني صح. تروح ابو ظبي تحس ان انت في مكان ثاني. في دبي جوهك يعني اطلاقا مغاير. فطبعا في كاس اسيا كان التنظيم متميز كان بصمه الاماراتي موجوده وبقوه. الاماراتي من المطار يستقبلك الى الفندق في الملعب المنظمين الكل يعني كان في المركز الإعلامي اللي موجودين في الخدمات التقنية المتطوعين كانوا كلهم من المواطنين الإماراتيين. فهذا كان شعور وإحساس يعني يشعرك بالفخر والاعتزاز أن الإماراتي بصمته موجودة. في التنظيم الإمارات صراحة يعني 10/10 في كل البطولات اللي أنا رحتها. كونك إعلامي الخدمات الإعلامية كلها متكاملة إن كان مراكز إعلامية إنترنت تسهيلات جداول مواصلات اتصالات كل شيء موجود كل شيء تقدمه الإمارات وهي قصة نجاح حقيقة يعني في استضافة البطولات ولا يعلى عليها ولازم أقول حقيقة أن هي الدولة رقم واحد في هذا المجال سبقت الكثير من الدول في بعض الدول جت بعد الإمارات بس الإمارات هي اللي بادرت باستضافة البطولات العالمية صحيح. بس يمكن في الفترة من الفترات ما كان الإعلام نشط نفس الفترة الحالية بس طبعا هي يعني اليوم قبلة للبطولات في مختلف الرياضات ونلاحظ أنها ما تركز فقط على الألعاب الجماعية مثل ما قلت لك كل الألعاب صحيح. اللي تلبي جميع الميول ورغبات الأفراد وطبعا شهادتنا مجروحة فيهم في التنظيم ودائما هم يعني يحققون نجاح في استضافة البطولات صدقت والله مريم رمستهم حلوة ترى أنا ودي أروح هناك الحين بحجز حق الويكند شو ترمسين أنت؟ يعني من كلامهم التفاصيل الصغيرة هي ترى اللي تأثر في الشخص 100% لما أنت تروح دولة أو تروح لتنظيم معين هاي الأشياء البسيطة ممكن ما حد يلاحظها بس دائما اللي يكون موجود هناك يحس فيها صح. لما إيه يتكلم عنها تحمست أنا قاعد أنطر ما في بطولة يا حمد أي والله يعني يمكن المنشأة الرياضية كبيرة ومجهزة لكن ما ذكروا المنشأة ذكروا والأمور الثانية الدقيقة والبسيطة تركي من تسمع أن في بطولة في الإمارات أنت ترتاح صحيح. تنشرح وأنت في البحرين ترتاح خلاص أنت كإعلامي ان انت خلاص كل وسائل الراحه او رسائل تخدم عملك انت كاعلامي متوفرة خلاص متوفرة فهذا راح يعينك على اداء مهمتك على صحيح. اكمل وجه وبالجوده وبنجاح كبير صحيح. ثانيا الامارات ما تستضيف من اجل الاستضافه لا. الامارات هناك فكر استثماري موجود فكر تسويقي للبطولات صحيح. الدكتور احمد الشريف هو باحث واكاديمي اماراتي حضر ندوه علميه على هامش جائزه سمو الشيخ ناصر بن حمد للبحث العلمي في المجال الرياضي والتي نظمتها اللجنة الأولمبية البحرينية في العام الماضي قال دبي تكسب يومياً 2.2 مليون درهم إماراتي يومياً من وراء استضافة البطولات الرياضية هذا الفكر المتطور والراقي نعم. تخيل هذا رقم موثق يعني موجود نشرناه في الصحافة دكتور أحمد الشريف قال 2.2 مليون درهم إماراتي يومياً ليس سنوياً يوميا هاي الدخل من السياحة الرياضية هذا الهدف من الرياضة نعم. صحيح يعني أنا مساعة قلت لك إن الشباب يروحون الإمارات كل أسبوع بالضبط الحين ما بيروحون عندهم بطولة الحين مريم بتروح كل أسبوع الحين خلاص أنا باخذ عنهم البطولة وهالمرة مو بتواجدت قناة البحرين الرياضي في أبو ظبي أنا تواجدت تواجدت مريم بو كمال في أبو ظبي طبعا هذا تقرير طبعا عدوا لنا زملاء اللي موجودين هناك حازم الشيخ وعبد الله شاهين متواجدين هنا كانوا وزاروا المعالم في مدينة أبو ظبي مدينة التسامح وأرث لحضارة الماضي طبعا فبين تفاصيل كل قرية ومدينة هناك أماكن كثيرة طبعا هذه الأماكن الكثيرة تبين عادات وتقاليد وطيبة أهل الإمارات طبعا مثل ما قلت حازم الشيخ وحكاية من بعض معالم الموجودة في الإمارات العربية المتحدة مثل ما ذكروا ضيوفنا
يعني شو أقول عن حازم لما يتكلم عن الإمارات؟ حبيب يتكلم عن حبيبه، عاشق يتكلم عن معشوقته يا مريم. فكلام حازم لما يتكلم هو يتمشي في من؟ في جامع الشيخ زايد رحمة الله عليه، هذا الجامع اللي صار معلم من معالم دولة الإمارات الحبيبة ومعلم من معالم العاصمة أبوظبي. فشيء جميل لما الرياضة تدخل حتى في المعالم الإسلامية والثقافية، لأن جامع الشيخ زايد مو بس معلم إسلامي، معلم أيضا ثقافي يحوي مكتبة إسلامية ضخمة في هذه المنطقة الجميلة جدا من مناطق الإمارات العربية المتحدة. خلنا نرجع شوي حق الإعلام الرياضي ونعرف السبب اللي خلى العالم كله يتجه حق الإمارات يا أبو حمد. شوف ما في شك دعم سخي للإعلام الرياضي بشكل عام. مؤسسة الإعلام في أبو ظبي يعني مؤسسة صحيح، شو أقول لك يعني مؤسسة بكل ما تحمل بشكل الكلمة صحيح. من معنى تنظيم رائع. ثاني شيء نتكلم بكل وضوح، ميزانيات مفتوحة لأي نجاح ما دام يحمل اسم من المرة. السهل جدا أن تأتي بفكرة، ولكن أحيانا بعض الأفكار تعوقها الأمور المالية صحيح. ولكن في دولة الإمارات بشكل عام الميزانيات تكون مفتوحة. عطني الفكرة الناجحة اللي تنجح الإمارات وتفضل اشتغل. الأرضية جدا خاصبة صحيح. الأرضية جدا خاصبة، فبالتالي يعني سهل جدا أنك أنت تنجح في أي فعالية تقوم فيها الإمارات. الأمر اللي أفضل من ذي مثل ما ذكرت في بداية الحلقة، أنت لما تبني مبنى وما عندك موظفينه ما منه فايدة للمبنى، ولكن لما تبني البشر في البداية هم اللي راح يشيدون هذا المبنى صحيح. ويعمرون هذا المبنى صحيح. هذه ما يقومون به يعني أنا كلمتك حرفياً. بتفاصيل التفاصيل صحيح. نعم. اليوم كل التقارير كأنها مرتبة حق مريم. مريم أنت مع مانشستر صح ولا أنا غلطان؟ لا ها مع من؟ أرسنال. أوكي. وين شو السالفة؟ يعني لون أحمر في النهاية. ليفربول بعد وياه ما دام أنا أحبه. ربي خليك في الدور المعلمات. عموما مشاهدينا الشيخ منصور بن زايد رئيس نادي مانشستر سيتي بالرغم من انشغالاته في الخارج إلا أن له بصمات بعد داخل البلد، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة بالإضافة وأيضا عضو شرف في العديد من الأندية أبو كرار، يعني بصماته واضحة داخليا وخارجيا. نعم طبعا سمو الشيخ منصور بن زايد من الكفاءات طبعا الخليجية والقيادات الخليجية التي نفتخر ونعتز بها كثيرا، له بصمات ودور كبير في ارتقاء بكرة القدم الإماراتية سواء من خلال ترأسه لنادي الجزيرة أو طبعا من خلال طبعا إدارته لنادي مانشستر يونايتد. دخلت بس أتكلم عن موضوع مانشستر يونايتد تحديدا لأن هي قصة نجاح مالية إدارية رياضية تنظيمية تستحق أن نقف عندها بعض الشيء. طبعا نادي مانشستر يونايتد تأسس عام 1880، الآن عريق. مضى على تأسيسه تقريبا 126 عام. على مدار 126 عام حقق ما يقارب من 11 بطولة. خلال الفترة اللي استحوذت فيها مجموعة أبو ظبي للاستثمار على نادي مانشستر في 11 عام تقريبا عدد البطولات اللي حققها مانشستر 11 بطولة في خلال 11 ل 10 عوام حققها في حوالي 100 وشوي عام بالضبط 128 عام. نعم. فأعتقد سمو الشيخ منصور بن زايد نقل نادي مانشستر نقلة كبيرة وعظيمة، وأصبح اليوم مانشستر سيتي من الكيانات أو من الكيانات الرياضية والأندية الرياضية العملاقة في قارة أوروبا، مثل ما تم ذكره في التقرير اليوم أصبح يتأهل بشكل دائم إلى دوري أبطال أوروبا، أصبح اليوم قوة مالية عظمى يضاهي ريال مدريد، يضاهي طبعا برشلونة، يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونخ الإسباني، أصبح نادي كبير. طبعا كان القيمة السوقية لنادي مانشستر في السابق كانت 200 مليون دولار. نعم اليوم تتكلم عن القيمة السوقية لنادي مانشستر 2 دولار. يعني هذه بحد ذاتها نعم قفزة كبيرة من الملايين إلى المليارات. نعم قفزة كبيرة. و
واعتقد هذه كلها بصمات سمو الشيخ طبعا منصور بن زايد، واللي كان له دور كبير في تحقيق هذه الطفره مع فريق العمل اللي معاه طبعا. وهذه طبعا نفتخر فيه احنا كعرب وخليجيين. بلا شك بلا شك، احنا لو بنتكلم عن الامارات ترى ما بنخلص، محتاجين لايام وشهور لما نتكلم عن دور الامارات ومكانه الامارات في قلب كل بحريني، وانجاز الامارات عدد ولا تنتهي منها. نعم. فاحنا شاكرين وجودكم في الاستوديو اليوم، الزميل الاعلامي والناقد الاعلامي عبد الله بن نوفل، يا مرحبا فيك يا ابو حمد. شكرا شكرا لك. شكرا لكم. انا احنا اللي شاكرين لكم هذه الاستضافه الصراحه، اللي اعطيتوا لنا فرصه نبين، خلينا نتكلم بالبحريني حق يسمعونا اهل الامارات، مدى حبنا لهم هذا الشعب. صحيح صحيح، وهم يستاهلون. أيوة اكيد. الله يحفظ حكامهم وشعبهم ان شاء الله. الله يسلمك خليك، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم، وشكرا لك فواز على تقديمك يا مريم لحلقه اليوم، اللي اعطيتني الفرصه اكون معك اليوم. لا انت والله اعطيتني الفرصه، ما قصرت. احنا طبعا وصلنا الى الختام اليوم مشاهدينا، اليوم فرح وسعاده، وفي الحقيقه اليوم نحتار في الاختيار، في المشاعر ما تعبر عنها الا الحروف والكلمات. قلب البحرين ينبض بدم الامارات اليوم لوحده عده علامات، فرح وعيد ومسرات. مع السلامه. مع السلامه.